نظم مستشفى خورفكان محاضرة علمية بالتعاون مع جمعية الإمارات لجراحة المسالك البولية والرابطة العربية لجراحي المسالك البولية والتناسلية والمدرسة العربية لطب المسالك البولية وشركة ساج الصيدلانية، بحضور عدد من أطباء المسالك البولية والنسائية من مختلف إمارات الدولة. تسعى دائماً مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لدعم المستشفيات بأفضل الكوادر العلمية التخصصية ذات الخبرة، ونحن حقيقة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المؤتمر بإذن الله مؤتمر ناجح يستفيد منه الجميع، سواء كانوا الأطباء المشاركين من المستشفيات متعددة وكذلك المجتمع المحلي في المنطقة الشرقية ومجتمع المنطقة الشرقية. احنا دائما نسعى الى ربط ودعم استراتيجية الدولة في الخدمات الصحية والحقيقة موزعة بين المؤسسة والهيئات الصحية الاخرى، وهذا ليس بغريب على مجتمع دولة الامارات العربية. احنا مجتمع متقدم في الخدمات الصحية حقيقة، نستقطب الكثير كثير من الزوار سواء كانوا يتلقوا الخدمة أو خدمة العلاج وتقديم الخدمة أيضا من خلال الكفاءات الموجودة. تناولت المحاضرة حوارا عن موضوع سلسل بولي، إضافة إلى المكالمات الهاتفية ومشاركة الحضور بالحديث في هذا الموضوع والذي يعد مشكلة صحية تؤثر على الأشخاص. وقد تطرق الحوار إلى المشكلة وطريقة حلها وآلية تجنبها والتوصيات المتعددة في هذا الجانب. سعيد جدا النهاردة إن احنا عندنا ورشة عمل وعندنا محاضرات تخص مرض معين في المسالك البولية. الموضوع ببساطة هو السلس البولي. وليه اخترنا السلس البولي؟ لأن السلس البولي هو من الأمراض الشائعة، ولكن في مجتمعنا الشرقي في عندنا حواجز كثيرة بتمنع المريض إن هو يعلن عن المرض اللي هو عنده دوت، ففي نوع من الحرج، في نوع من الخجل. المرض موجود ومتوفر ومنتشر، ولكن احنا النهارده عايزين نقول ان المريض لا يجب ان يعاني في صمت. اذا عنده مشكله لازم يعبر عنها، يستشير الطبيب المتخصص وهو هيقدر يساعده بطرق كثيره من طرق العلاج، واحيانا يبقى الحل بسيط جدا وان هو ما يحتاجش تدخل جراحي، ممكن يبقى علاج دوائي، ممكن يكون بعض الارشادات الصحيه. احنا كشركه رائده في مجال المسالك البوليه بنحاول دايما ان احنا نكون متواجدين بصوره اقرب مع المريض عن طريق ان احنا بنعمل حملات الدعم والتوعيه المستمره، لان زي ما حضرتك عارفه ان كل ما كان اكتشاف المرض ابكر كل ما كان علاجه اسهل ومتاح. كما خصص مستشفى خورفكان ركنا تثقيفيا في مركز سعادة المتعاملين يعمل في الساعات الرسمية لتوعية المراجعين عن اضطرابات البول وسلسل البول، فيتم من خلال هذا الركن تثقيف المراجعين من خلال توزيع استبيان وتزويد المراجع بمعلومات عن هذا الموضوع. يهدف مستشفى خورفكان من خلال فعالياته العلمية إلى نشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي الصحي وتعزيز الحضور بالمعرفة للنهوض بالصحة العامة. ومشاهدينا إلى موضوعنا التالي، يعد الإبداع مجالاً واسعاً يعبر فيه الفرد ليصل إلى حلول وأفكار مبتكرة، وتعد مهاراته متنوعة من ضمنها مهارات اتخاذ القرار وعلاقته بالإبداع، إذ يمكننا نحن كأسرة في السعي نحو تغيير نمط التفكير وطرق اتخاذ القرارات المناسبة. الحديث أكثر عن طرق اتخاذ القرار، يسعدنا نرحب معكم اليوم بالأستاذة فاطمة عبيد المراشدة، مهتمة بإبداعات الأطفال. حياك الله يا أستاذة فاطمة. الله يحييك. يا مرحبا وسهلا. بداية نتحدث يعني بشكل مباشر عن مفاتيح اتخاذ القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية قبل ما أتطرق لمفاتيح اتخاذ القرار، حبيت أوضح شو معنى أو مفهوم اتخاذ القرار. طبعا هي عملية اختيار البديل المناسب من بين عدة بدائل أو قرارات أو اختيارات. يعني يكون عندي مثلا مشكلة معينة وأنا حابة مثلا أني أختار
حل مناسب لهذه المشكلة. طبعا طبيعي بيكون عندي مجموعة من الخيارات، صحيح، أختار من بينها الحل المناسب. فالمفاتيح اللي راح نتحدث عنها يمكن راح أتطرق لها في موضوع الخطوات اللي التي يجب أن أتبعها في اتخاذ القرار. أكيد يعني توجد مفاتيح مهمة جدا في اتخاذ القرار راح تساعد في تغيير إيجابي في حياتنا، صحيح، أو في حياة الطفل إذا أنا اتطرقت للطفل وكيفية اتخاذه للقرارات. نعم، طيب نتحدث عن جانب جدا مهم. نحن اليوم يعني بدينا في تقريبا انتهاء العام الدراسي وبدأوا ما شاء الله اليوم الطلبة في حفل التخريج وغيره، فطرق اتخاذ القرار، هل يمكن لولي الأمر أن يشارك ابنه في اتخاذه لقراراته؟ أكيد، يعني جزء مهم من دور ولي الأمر أنه يساعد الطفل في أنه يتخذ قرار. فبما أن مثلاً الحين إحنا في فترة الإجازة الصيفية، صحيح، ممكن أني أنا أشارك الطفل في كيفية قضاء الإجازة الصيفية. يعني ممكن ولي الأمر يقعد مع طفله، صحيح، في اجتماعات عائلية ويبدأ يناقش معه كيفية قضاء الإجازة الصيفية. فطبعا حتى المواضيع اللي نختارها تكون مبسطة تناسب عمر الطفل، يعني مراحل عمرية معينة الطفل، ونختار المرحلة اللي تناسبه. جميل. طيب اليوم الطفل يعني ربما من المهم أن يتخذ قراراته بنفسه، ولكن هناك ربما نقول بعض الحدود لولي الأمر ربما أن يكون مساند للطفل في اتخاذه لقراراته. فما إذا تحدثنا عن بعض القرارات التي يمكن أن تترك للطفل باتخاذها بنفسه؟ طبعا على حسب مثل ما ذكرت المرحلة العمرية، يعني في مرحلة عمرية صغيرة ممكن أترك له مجال أنه يختار ملابسه. يعني كأبسط مثال يختار ملابسه، ممكن أعطي خيارين، هذا 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 اللبس أو هذا، وأترك له مجال أنه يختار وأتناقش معه في طريقة اختياره للملابس. هذا بمرحلة عمرية صغيرة، صحيح. بعدين أبدأ أدرج بمرحلة عمرية أكبر على حسب القرارات اللي أنا محتاجة أنه يقرر فيها. يعني مثلا اللعبة اللي بيختارها، مثلا يلعبها من ألعاب الفيديو اللي موجودة الحين، فأترك له مثلا الخيار أن نختار هذه اللعبة وهذه اللعبة، لكن نضع شو مثلا المخاطر اللي راح يتعرض لها عن طريق لعبه لهذه مثلا اللعبتين، او ما هو مثلا القرار الانسب فانه يختار اللعبه المناسبه. بس طبعا اكيد احنا عندنا خطوات في اتخاذ القرار، صحيح، يعني هذه الخطوات يجب ان اتدرج فيها. اول شيء، اول خطوه عندي ان مثلا نحدد المشكله، شو المشكله اللي موجوده عندي، بعدين ابدا اسوي عصف ذهني للاشياء المطلوبه. مثلا الفكره في البدايه، المشكله اللي تكلمت عنها كيفيه قضاء العطله الصيفيه. ثاني شيء مثلا العصف الذهني يبدا يضع خيارات او بدائل، اول مثلا قضاء الاجازه في المراكز الصيفيه او مثلا السفر، أعطيه خيارين ونبدأ نتناقش فيهم. يبدأ يدون الأفكار، طبعا بعد العصف الذهني يدون الأفكار وأعلمه طريقة تدوين الأفكار لأنها جدا مهمة. بعدها أبدأ أقيم الخيارات، مثلا هل أنا إذا قضيت مثلا في المراكز الصيفية كم بتكون التكلفة، هل أنا راح أحقق احتياجات معينة، راح أحقق أهداف معينة. أما بالنسبة للسفر أيضا التكلفة كم راح يكلفني، صحيح، الاحتياجات اللي راح أحتاجها. فمن بين هذه الخيارات الموجودة أبدأ أقيم الخيارات، وبعدها أختار الحل الأنسب على حسب التكلفة الأقل، على حسب الهدف اللي راح أحققه، يعني التغيير اللي راح يكون في حياتي مع الوقت، صحيح. وبعدها بعد ما أمشي في هذه الخطوات طبعا أضع خطة كيف أنا راح أنفذ هذا القرار. وبعدها في النهاية راح أوصل للتقييم بشكل عام. هل أنا يعني في المركز الصيفي حققت الهدف المطلوب أم أني اخترت الاختيار الخطأ؟ نعم، في بعض الأحيان أستاذة فاطمة ربما نتخذ قرارات ومع مرور الوقت نكتشف أن القرارات تكون خاطئة، فما السبب؟ يمكن مثل ما ذكرت من شوي الخطوات، يمكن الشخص ما اتبع الخطوات الصحيحة، كان في تسرع في اتخاذ القرار. يعني بمجرد ما تم مشاورته في القرار اتخذ القرار بدون أي خطوات يمشي يتدرج فيها. فأنا لازم أدون الأفكار، لازم أشوف شو المخاطر الموجودة إذا أنا اتبعت هذا القرار، وأتحمل نتيجة المخاطر اللي راح أنا أتعرض لها في هذا القرار اللي أنا اتخذته. فالمفروض أنه ما يتسرع في اتخاذ القرارات، وهذه أهم نقطة. أنا صح أني أنا ما أخاف في اتخاذ، ما يكون عندي خوف في اتخاذ القرار، لكن بنفس الوقت أني ما أتسرع، وأيضا أشاور الأشخاص اللي فاهمين الأكبر مني. نعم، ما إذا تحدثنا عن التفكير الإبداعي وعلاقته في يعني اتخاذ القرارات أستاذة فاطمة، فما الرابط ما بينهم؟
ما بين التفكير الإبداعي يعني طريقة اتخاذ القرارات، ما الرابط ما بينهم؟ طبعا أكيد أنا قبل ما أتخذ قرار المفروض أني أنا أفكر أفكر وأفكر وأفكر، يعني حتى نقولها ثلاث مرات. ليش؟ لأنه لازم أفكر، لازم أضع أفكاري المطلوبة. مثل ما ذكرت أنا العصف الذهني جدا ضروري أني أنا أفكر قبل ما أتخذ أي قرار، لأنه ممكن أندم على أي قرار خدته لأني تسرعت، ما أعطيت نفسي مجال أني أنا أفكر. وممكن أفكر بصوت عالي، أفكر بصوت عالي وأشارك مثلا الآخرين اللي أنا يكون عندي ثقة فيهم أفكاري اللي بصوت عالي، خصوصا إذا كان ولي الأمر. أعلم طفلي هذه المهارة أني أنا أفكر بصوت عالي وأتشاور مع الكبار. نعم فعلا. فجدا مهمة مهارة التفكير. نعم. نصائح أخيرة أستاذة فاطمة أخذها في نهاية هذا اللقاء بطرق اتخاذ القرار بشكل سليم ومناسب. طبعا أنصح ولي الأمر بأنه يترك مجال لأطفال أنه يتعلم مهارة جدا ضرورية، وهي مهارات من المهارات الحياتية اللي هي مهارة اتخاذ القرار. يعني أعطي مجال أنه يتخذ القرار، وبنفس الوقت أني أنا ما أمنعه عن أي شيء بدون ما أناقشه ليش اتخذنا هذا القرار. نعم. فأنا أبدأ أعلمه هذه المهارات وأبدأ أدربه. فنصيحة، درب ابنك على مهارات اتخاذ القرارات وما راح تندم، لأن هذا راح يساعده حتى في اختياره مستقبله. شكرا لك أستاذة فاطمة، يعطيك العافية على وجودك معنا اليوم وعلى هذه النصائح والرسائل اللي قدمتيها. شكرا لك. مشاهدينا إلى هنا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث المساء. نشوفكم إن شاء الله على خير. مع السلامة.